مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثالث من حصة الهدرافوت. الآن نتنقل إلى الرابطة المحترفة الأولى وذلك بعد الجنكل. شبيبة القبائل الوصيف في هذا الترتيب في ترتيب الرابطة الأولى سقط اليوم أمام نادي بارادو شيخ حسدين أي جودي، فريق شبيبة القبائل الذي كان يعني في مسار صحيح حتى قبل هذه المواجهة قبل أن يسقط اليوم. أظن لم يسقط أمام فريق ضعيف بقدر ما يعني فريق بارادو اللي نشاهدوا له بكرة جميلة بلعب مليح، ولو أن كان في مقدور شبيبة أن اليوم يعود بنتيجة إيجابية. أظن هضرت مع الحاج قبيلة وقلت له أنه للمرة الثالثة يعني كان هناك مراحل باش البطولة تحبس أسبوع ولا أيام، فريق شبيبة القبائل عاودنا بنتائج إيجابية مع كما نقولوا احنا بتسلسل مباريات. أما أشاك فوا يعني المرة الثالثة كوبير يبدا المقابله تاعو يبدا المرحله تاعو الجديده بخساره. راك تشوف فيه بكثوب البطل فريق شبيبة القبائل. نعم يعني اظن ان احنا في شبيبة القبائل والحاجه وعنده بطولات في الشبيبه فريق وين يكون تكون الراحه النفسيه بالشبان ياخذ بطولات. لكن الاهم اليوم في اللقاء اسمح لي الحاج معليش في اللقاء تاع اليوم شبيبة القبائل صدر ربما شافوا روحهم كما نقولوا طربوا في توب تاع بطل فوز، لكن ضد فريق كما البارادو اللي ربما من احسن الفرق في البطوله يفول يدير. انا ربما كما اليوم ماتش تاع كما كانت قادره تكون نتيجه كبيره على هذا الحاجه في 20 دقيقه الاخرى كانوا يقدروا ياخذوا 4-0 كانت خرجها يخلص اللقاء. علاش زادوا لعبوا تحدث عن ثقه زايده الحاج عدنا تحضير انا نظن بلي بوكو بريس تحضير كيفاش بالك داروا في راسهم بلي خلاص توجوا لها ناصر ممكن نتكلموا كنا نتكلموا بدايه ماهيش ثقه ماهيش ثقه زائده. انا يعني الاشكال اللي عطيته انا قلت لك قبيله على الميكروسيك تاع الميكروسيك نتسائلوا كيف اشاك فوا كونت يلي اون روبريز تسمعنا تحصلها في تحصلها كي توقف البطوله شيخ. اظن يعني في التسلسل شبيبة القبائل مليحه لكن شيخ اسمح لي يعني امامه يعني ما نقصوش من قيمه نادي بارادو يعني عنده تشكيله قويه وماشي غير مع لاجاسكا يعني عده مباريات حتى اللي خسرها كان فريق يلعب كره جميله ويقدر يحزن اي فريق. لا فريق بارادو رفيق لما يسجل لك هدف لما يتلقاش اهداف يسجل لك اهداف لقاء يسهل له لانه فيه ميتريس تكنيك واش داروا اليوم كاليت باس ابري لوفيرتور تاع سكور بالك جي يربحوا الماتش قبل لا يبداو هالحال جراو اللاعبين تاع شبيبة القبائل سي بلو فاسيل بوغ على بالك قبل المباراه الناس كاع كنتسنى في فريق شبيبة القبائل يفوز يديروا نتيجه ايجابيه. لا الجمهور كاع شبيبة القبائل سيتي لوكازيون هما باش يقعدوا يلصقوا في البريمي. نعم ما نقصوش من قيمه تاع نادي بارادو نادي بارادو راه في سلسله تاع نتائج ايجابيه هائله. نعم بالك الشيخ حسن الدين ايجودي يسمح لي الحاج بالك لابريسيون هذه الزايده اللي خلات فريق يخسر اليوم باش يربح نلحق لي ياسما نلحق لي ياسما. نو شوف الطمع دائما كاين يعني يعني سالوني وقال لك واش يعني في الجولات العشره الاولى قال لك واش شبيبة القبائل قلنا احنا ثوب تاع بطل يعني حبيت ولا كرهت انا قلتها ونعاودها يعني من الاجيال الماضيه بشبان وتكون ساكنه شبيبة القبائل يدير نتائج. سكن بورتون سمير باش انا عزيزنا يتكلم مع شبيبة القبائل سي فري كاين روح جديده يعني او خدم فيها الشيخ ولا لا فيه شباب فيه يا كيك شوز يا دي نوفو لكن انا نقعد شفتو على البارادو اللي فاز باللقاء وعاد في الترتيب يفولو دير. انا لما تشوف فريق بارادو يلعب كره قدم مثل هذه لما اللعب تاعو نظيف يعني الفوتبول يتلعب كما يتلعبوا البارادو. نعم. انا نظن عنده فرصه يبو افوار اون شونس باش يلعب كاس افريقيا لانه بالمستوى هذا في البطوله الافريقيه جو بونس كو بارادو يقدر يدير مشوار لاباس به. كمدرب اسمح لي تكلم تاع الشبان لاجاسكا يعني نذكروا الفتره السابقه الخمسين الاخرين ما كانوش يلعبوا الادوار الاولى كانوا يعانيوا فريق عاود ولا حيا من جديد لاعبين شبان اكيد تقدر تقول عندهم مستقبل انهم يولوا يلعبوا الادوار الاولى كما كانت لاجاسكا في السابق، ولكن هل لقب البطوله يحسن فيه من جانب الرياضي لاعب ذو خبره ولا لاعب شاب؟
اولا باش نصحها فقط، لان كامل يقول لك السنوات الماضيه ما دارت شباب القبائل، فاظن كانت دارت في 2014 ومعايا كنا درنا المرتبه كاس الثانيه اللي ضيعنا البطوله ونهائي كاس الجزائر ونهائي، ودرنا فريق يعني اللي كان قادر يعني أنا أتكلم عن فريق اسمه شبيبة القبائل متعود يلعب كل سنة الأدوار الأولى. في الخمس سنوات الأخيرة الفريق لعب عدة مرات على السقوط. نتكلم على الجزائر. عشر سنوات. معليش يعني مش المرة الأولى. مش المرة الأولى. ولكن نقول لك السؤال تاعك تكلمت على الشبان. هل لقب البطولة يحسن فيه؟ هل في الجولة الأخيرة؟ لاعب ذو خبرة. يحسن إذا فيه سكينة وإرادة. فهمت؟ كاين دي زيكزومبل على روح الجماعه يجيبوا لك البطوله. علاه؟ حنا اون اي كوم دي تيتر افيك دي جون. سمير ما كانتش يعني في دخل فوج. سمير دخل حاليا اليوم ولكن دخل فوج تاع شباب القبائل هم يقولوا دخل في السيارة يقولوا بلي يلعبوا البطوله بصح ما مش يخرجوها برا باش ما يديروش الضغط السلبي هذا. نظن هنا اللي تحس بلي كاين عمل اللي يويت من الداخل هم يقولوا بلي يلعبوا التيتر كامل. بصح باللقاء تاع اليوم بالاداء تاع اليوم ضد فريق من لاباس به ما تقدرش تتكلم على البطوله ما تقدرش على نصر على ما تقدرش لا تقدر تقدر يكون انا قلنا شوف نصر قلت لك ما تربحش عين مليله اسمح لي معليش ومن بعد تخسر في لقاءين في ست نقاط تدي نقطه معليش ولا اتحاد العاصمه اذا 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 ما فاش غدوه تلعب البوديوم تقول لي وي تلعب البوديوم وي اذا ما فاش اتحاد العاصمه غدوه شباب القبائل واللي تبعوا حتى شباب قسنطينه لحق نتيجه ايجابيه يقدر يشتموا لا لا انا نهضرك على شبيبه القبائل ايه وحنا قول لي لا باش تلعب اليوم بلو بلو ريتم دو ماتش هذا ولا شوف الاسبوع الجاي ناصر نجيو لهنا الاسبوع الجاي شباب القبائل تربح اتحاد العاصمه تخسر تقول لي فيه امكانيه ان شباب تلعب البطوله لا جياسكا قلت لك انا بور ما يعني ما ندير كما قال الحاج بوتيت في الفيسال يتكلموا عليه بيخرجوا برا مانيش حاب يديروا الضغط على لاعبين شبان نطالبوهم بشبان لابد دير الضغط وعلى هذاك فيه المركز ديروا اسمع نعطيك انا شوف في كره القدم مهما يكون سيتو دركا شكون يدير الضغط شوف اي شوف الجمهور يدير لي ريزو سوسيو يديروا يعني اليوم تكذب على نفسك وتقول اني راني مرتاح تكذب على نفسك وتقول اني مرتاح اي فريق سواء اللي يلعب على الهبوط او اللي يلعب على البطوله فيه ضغط اما الضغط اليوم عندنا اليوم الشبيبه كانها لعبت في تيزي وزو في بولوغين شوف كل جامعة كل شوط شباب تقابل احنا رانا نديرو تحليل مقابله في مقابله تقدر تفوت مليح وتدي ثلاث نقاط وتقدر تفوت شوفوا شيخ بلي الظروف راهي مهيئه لفريق شبيبه القبائل عكس ما كان في الوقت السابق نعم يعني اظن فيه تغييرات ايجابيه فيه نقائص في نورمال اي فريق يعني اللي عنده مشروع او يمشي فيه فاظن كما قلتها ونزيد نعاودها ان بيت الشبيبه اللي يعرف مليح شبيبه او الحاج حضر في واحد الثوره اللي تندارت في الشبيبه مع بن زكري ومع بالشبان والشبيبه خذات يعني منهج ما خذات يعني بطولات وخذينا كاس افريقيا في 96 وحتى يعني بعد ما مشاو جيل تاع تغير 97 اللي خذاو اللي 93 97 93 99 جا جيل واحد اخر 99 وخذا مشى النهائي كاس البطوله الكاس والبطوله للنهائي و2001 2002 2003 كاس افريقيا نور بن زكري دار كوب دالجيري مع اولمبي شلف سيفري ولكن منع من السقوط لا نحكي لك على المراحل 93 قلت انا قلت لك يعني جاب دي جوار وبدات نتائج تجي وفي سبعه وحتى 99 جات جيل واحد اخر 99 2000 2001 2002 ومعايا 2004 خدينا البطوله فاظن انه يعني هل هو جيل جديد على جياسكا جيل جديد على جياسكا اللي انا مانيش حاب يديروا الضغط على لي جون يعني يقدروا دي سي لا سيزون بروشان
لي سيزون افنيغ يكونوا يلعبوا الادوار الاولى وتقدر تلعب لقب البطوله يلعبوا عليه، ولكن اليوم تحملهم فوق الطاقه تاعهم. الضغط لابد ان يكون ايجابي على الشبان فريق شبيبه القبائل. وايضا كان الحدث اليوم فوز شباب قسنطينه باربعه مقابل صفر امام اتحاد بالعباس الحاج عدلان، عوده قويه لفريق شباب قسنطينه، 12 مباراه بدون انهزام مع لافان. Toute compétition confondue. Non, mais le مدرب الزدين جاب اللمسة اللي ممكن كانت خاصة للاعبين تاع شباب قسنطينة. أنا نشوفوا باللي حتى التعداد تاع شباب قسنطينة تعداد بالك من أحسن التعداد في البطولة الوطنية سمير. اليوم اليوم راحوا مشاو لعبوا ضد فريق اللي كان لازم عليه باش يدير نتيجة باش يقعد يخرج من هذيك المنطقة، منطقة الخطر. اليوم عندهم 19 نقطة فريق اتحاد بالعباس. نضرب اللي شباب قسنطينة اليوم مشى لاتحاد بالعباس ما سرقش الفوز تاعو، ربح بأربعة مقابل صفر، كان يقدر يربح أكثر من ذلك. أنا شفنا الأداء وشفنا نفس يلعب على الطيحة. نفس طريقة اللعب اللي راهو يستعملوا شباب قسنطينة، ما يلعبش في حملاوي ويروح يهاجم 100%، ولكن لما يخرج خارج ديار يروح يدافع يدير بلوك ديفونسيف يروح باللي كونت يحوس على لي بالاريتي. نفس طريقة اللعب هذه نضرب اللي تجي من عند المدرب، نفس طريقة اللعب راهو يستعملها داخل ديار وخارج ديار. لو كان نحسبوا برك اللي بيت اللي ماركاهم راه كاين واحد 20 بيت توت كومبيزيسيون كونفوندي. نضرب اللي هدفين فقط فريق زيد بزياده فريق شباب قسنطينة او دير باركور تاع بطل. لو كان يكمل هكذا بهذه السلسله راح يخرج اللي واحد ما يستنى فيه يقدر بالك الروتور عندهم اليوسما في كونستانتين ونادي راه الحاج سي طريرار وين تشوف فريق يفوز خارج الديار بنتيجه عارضه وتروح تلعب مع واحد يلعب شوف ناصر راح نقول واحد الحاجه فقط يعني الحاج قال لك وثبت المدرب وي لافان لعبت يعني ضده انا في كاس افريقيا 2006 2007 لعبنا ضد هو كان في كورتون سبور وفي لعبنا في بولوغين كون بارازار خسرنا 1-0 وربحنا 2-0 هنا في بولوغين. نقول انه احنا كنا متمنيين هذا السلوك هذا تاع السي اس سي كان مع عمراني لان ثوب البطل تاع الموسم الماضي ما جاش هكذاك برك كان عمل وي وعمراني ما فهمتش انا يعني ماشي ما مشاتلوش ما كانش يفوز بصح شيخ بالنتائج يا فران يا كانش يفوز هكذا فران باسكو على شو بالك لي جوار لا الديناميكيه اللي كانت بها السياسي هذه هي ديناميكيه داو بها البطوله داو بها البطوله كنا نستناو فيهم في بدايه الموسم هكذا 13 مباراه بدون انهزام اليوم صراحه يعني اي واحد صح نقولوا ان المدرب ولكن نشوفوا انه من الموسم الماضي كان 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 بطل السياسي فيعني عاده ما تبدا البطوله من جديد بصح ازدي كما تكسبليك انت مع عمراني نفس التعداد وزادوا جابوا له اللاعبين اللي كان حابهم وما داش نتائج ايجابيه اللي راهم لما جاء المدرب هذا دوري صفر ما قلتلكش عطاهم دفعه جديده انا قلت لك تمنيت لان عمراني خدم عام السلكه عام خبر البطوله السنه يعني كونتر سيتيم الكوب دافري بالك يطولوا الخطاب تاعو ولا ما يوصلش عزدين سير لو بلون جو اسلوب اللعب تاع شباب قسنطينة انا شفته لي ديرني ماتش هذوما خاصه في الكوزيرا يعني نو يا ان جو بلوس سبورتيف ان لوفونسيف كما قالك الحاج يا ينتوش تاع تحس بلي يا ينتوش تاع المدرب صح صح صدر ماشي فريق يلعب بنفس الاسلوب أنا في ميدانه وخارج ميدانه ماشي نقول لك انا لافان ما جابش لاتوش تاعو بقدر ما حبيت انا قلت لك يعني يعني انا اون طون كونترينور كون جو سيت ناكي مع عمراني سيت ناكي سيت ناكي اللي كنا قادرين نشوفوه السياسي لان السياسي لا بلوبار فلالي قال لك السياسي خلاص 17 بوان ولا صح لا 18 بوان احنا قلناها احنا تروازيام دروك احنا قلناها سي بور سا تروازيام ماتش روطار ماتش روطار راهي في المركز الثالث ومقابله متاخره نروحوا للطرف الاخر مولوديه الجزائر في وضعيه مخالفه اقصى من كاس الجزائر ايضا تعثر في كاس العرب يواجه غدوه اولمبي المديه قبل نتحدثوا هذا نروحوا بالك نستمعوا الى المدير الرياضي كمال قاسي سعيد يتحدث عن وضعيه او حصريه مع معاده صح معاده صيدو يتحدث عن الطاقم الفني والاستقدامات ايضا الناس لم يقولوا تسير او تسير عشوائي الناس لا يتكلم باللي قاسي سعيد ما عندوش الريحه تاع المولوديه ها وما هوش ابن الفريق قاسي سعيد لعب في المولوديه سنتين انت اسكو لعب دقيقه واحده برك
وراك تقول بلي قاسي سعيد شهر، الحمد لله شهر بعرقي وشهريتي حلال، شهريتي ما جابتليش 300 متر كاري في بوشاوينا، تفهمنا من جبت 300 متر كاري. انا بشهريتي ما نقدرش نشري، ما نقدرش نجيب 300 متر كاري، مستحيل، عندي شهريه تكفيني ليا وتكفي العائله تاعي، الحمد لله وراني مستقنع بها. كذلك الناس اللي راه يتكلم اللي لم يديروا حفلات لما تنهزم مولوديه الجزائر ويفرحوا ويديروا دي ريسبسيون وكذا، كاين ناس منهم، كاين واحد منهم اللي كان حاب يفرض عليا مدرب، وكان حاب يفرض عليا لاعبين، وكان حاب يفرض عليا تربص في ايطاليا، وعندي الدليل. اذا سماس راهم هنا تاعو، راهم هنا في البورطا، لا راهم هنا يجي نهار ونخرج كلش، انا عندي كلش بالدليل. وواحد منهم تالي يدعه وليلا ويقول بان انا رئيس فريق الهاوي، انا ما بعتش النشيد تاع مولودية ب 500 مليون. النشيد تاع المولودية ما بعتوش 500 مليون، وما بعتش شارف تاع المولودية. الى شوف نموت وما نبيعش شارف تاع المولودية. جاوني دي زوكازيون باش نبيع شارف تاع المولودية، مستحيل ما نبيعش. دونك هاد الناس يسكتوا هذه الحمله هذه الشرسه اللي راهي ضد كمال قاسي سعيد. انا بلاش راهي ضد كمال قاسي سعيد، لا تكلم عن النتائج، الفريق راه في المرتبه الثالثه. لونير دو لاغير سي لارجون، بيهم دراهم ما بيهم حتى حاجه. كمال قاسي سعيد حافظت على اموال مولوديه الجزائر، حافظت على اموال الشركه، واللي راهو يقول تسيير عشوائي يجي يبعث اي كوميسار او كونت. راني نقولها، راني نطلب يجيب يبعثوا كوميسار يجي يحاسبوا كمال قاسي سعيد ويحاسبوني على التسيير. يا صح صرفنا دي مليار دي مليار، بصح وين صرفناهم لي مليار لي مليار؟ وعندي عندي 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 الدلائل. انا من نهار جيت وانا نخلص لي ديت تاع المسؤولين اللي كانوا من قبل، راني جوسكا بريزون راني واصل 67 مليار سنتيم ديون مخلصتهم. الان راني قلتها ونعاودها، ولا الشاك تاع مولودية الجزائر مقبول، يعني تروح تدفع الشاك تاع المولودية ما يرفضوش. الفنادق كانت سال، اللاعبين القدامى يسال، اللاعبين اللي مروا على المولوديه يسالوا، اللاعبين اللي في الـ في الـ في في, في, في لاجستيس يسالوا، الخطوط الطيران يسالوا، كل يعني ما كانش واحد ما بعتليش ورقه من نهار صاليت في يوم في, في, في المولوديه، ما بعتليش ورقه تاع جوج ملاير ولا ثلاث ملاير ولا. ومالغري سا خلصتهم. يهضروا على تسيير الاموال. لما السالاري تاع المولوديه كانت 5 ملاير و400، الحمد لله الان راهي 3 ملاير و700. نقولها صراحه لنا ما كانتش هذه يعني التصريحات الخاصه باستخدامه الطاقم الفني. دوك نعاود نرجعوا لها، هذه كانت عن الوضعيه تاع فريق مولوديه الجزائر. رفيق وحيد تحدث عن التشويش وتحدث عن العديد من الامور، خلاطين اليوم يدوروا ويكونوا ضد قاسي سعيد. شوف انا نحب نكون حيادي في القضيه هذه، لانه سانسيرمون نكون صريح معك، انا من جانب الرياضي عندي منقول على قاسي سعيد هذا العام على المولودية، ولكن انا مقتنع بهناك حمله ضد هذا الرجل، هناك حمله. ماشي نقول لك مسير مليح ولا ماشي مليح، قلت لك من جانبي حمله فيها ناس واحد اخرين رفيق. لا حمله فيها صحفيين وفيها لاعبين قدامى، فيها مسيرين سابقين. تشوف انت واش داروا التكريم حتى لا ننسى تاع قادر ظريف، الناس كلها جات تحس سيتي بريميديتي، وتصريحات الناس كلها قالت في نفس الاتجاه انه تغيير لازم تغيير موسم كارثي. انا مقتنع قناعتي ان المولوديه كانت افضل بكثير في عهد كازوني، وخطا كبير انه كازوني نحاوه. راي قاسي سعيد انه كازوني بالك اللي كان معه لاجوان حكيم مالك هو اللي كان يخدم يقول لك راح. وانا عندي قناعه شخصيه بلي اللاعب الجميل شفناه مع كازوني، مع المدرب عادل عمروش الاداء تراجع. يقدر عنده حجه ان اللي بليسي بزاف بيمبورت، ولكن الاداء تراجع. ولكن كي تشوف انت يقول المولوديه مولود الجزائر اسوء موسم، انا الارقام هنا. قبل سنوات المولوديه كملت مرحله الذهاب ب 11 نقطه، مولودية الجزائر أسوأ موسم هي السقوط إلى القسم الثاني وعدة مرات. مولودية الجزائر قبل التتويج يعني قبل 10 سنوات اللي كان عندها لقب البطولة في 10 سنين 2009-2010، قبله كان في 99، قبله كان في 79، وكانت سوناطراك على ليبوك. ما تقولش موسم سيء، خسروا لاكوب سي توتا في نورمال، يقدروا سي با لوبجيكتيف. وعادل عمروش كان هنا وين وقع الشيخ عز الدين اي جودي، وقلت له خطا كبير دير لاكوب اوبجيكتيف، ما تقدرش ديرها اوبجيكتيف تلعب على البطوله. هذه فوق كان ادوار متقدمه، ادوار متقدمه، يبقى لاكوب باراب 6-0-0
يقدر ليكيب مازال الماتش لازم تتأهل يقدر الفريق يتأهل تعادل هدف هدف تتأهل ولو يتأهل الفريق عدة معطيات حيتغيروا الهضره كاع راهي دراهم رافق الهضره دراهم لأنه فيها أموال فيها أموال والأموال اللي هي اللي تجي من الناس أنا مقتنع بأن هناك حملات حتى إعلاميين وكاين أنا نتيري ديريكت على بالك بلي الناس يدوا لصايدوا لي جوار يدوا معاهم صالير الناس يحوس بوست في المولوديه الناس حابه تحكم هذا البقاء الحلو كي نشوف انا يقول لك كاين 33 مليار ولا عندي الحق ولا صحيح ان 33 مليار وخلصوا ليدات الناس كامله تجي اليوم افون هذه جات جمعيه المولوديه تشاو نهار اللي كان صراع كبير وردنا المولوديه تاعنا الفوتبول وصارت كيره صرا درك راحت بصح لي سيكسيون الاخرين ما راحوش الناس انتيليجون لي زوت زات لا تروحوا تاع جيدو الكاراتي جي اس بي يمكن في جي اس بي وصرا من بعد والوليدات الناس ولات تضارب ودقيقه ردوا الناس راك سبونسور ما قادريش يسيروا قلت لك التسيير تاع قاسي سعيد فيه لو ريكروتمون راطي تاع دوبي سيزون دي جوار ما انكونيتو اون فان كونتاع دو ليبيراهم لي سالار تاع كيكو جوار بيتيت مي ميريتيهمش 240 مليون كاين فريوي يلعب 12 دقيقه يقول اسكو سيت ان بون شوا كنيش مبليسي كل واحد فيها وعليها يعني. عده اشياء اللعب تاع المولدية تراجع عده كاين مشكل في المشكل القائم للان في ستاف تكنيك ومازال ما حلو ولكن خليو هذيك نسمعوا على المشكل تاع الطاقم الفني واش جا رفيق عرض لي البالون ديما راه نسمعوا ما قالوا المدير الرياضي كمال قاسي سعيد يعني ما الى اقاله لا راهي استقاله هو اللي دوموند الاستقاله تاعو وانا خليت له مهله تاع شهر يعني تصرفت كتصرف كمسؤول يعني ما قبلتش الاستقاله تاعو على الفور خليت له مهله تاع شهر بعد المهله هذيك تكلمنا ويعني حتى هو كان مصمم باش يروح ومازال يزيد يلحقنا ان شاء الله المحضر البدني تاع اللي طلبوا المدرب عادل عمروش اللي هو ايطالي الجنسيه راح يكون معنا هذا الاسبوع ان شاء الله لا هو طلب مساعد ثاني له يعني يكون المساعد الاول هو رفيق صيفي وراح يزيد يعاونه ان شاء الله مرات سلطني باذن الله بالنسبه لنبيل عماره فريوي بن علجيه كنيش ومرواني لو سول كاين اوراق كاين دي شاك وكاين لي بروف كاين كلش لو سول اللي صرفنا عليه من البيجي تاع المولوديه سي بيان مرواني اللي شريت ورق التسريح تاعو لانه كان فيه ضرب كبير شكون يديه والحمد لله المولوديه اللي داتو تان عليه شريت ليبراسيون شريتها من البيجي تاع المولوديه يمكن اللي جوا الاخرين الكل مولودية ما تمس منها ولا مليم من البيجي تاعها ونتحدى أي إنسان يقول باللي جبدنا دراهم ومديناهم يكيب وجبنا بهم جوار أبار مرواني لو سول مرواني كي تي سو كونترا استن جوار دافنير استن جوار اللي سينيتو ربع سنين عندها المولودية عندها واحد لاعب محوري في الدفاع على مستوى كبير ما نساش هذا اللاعب راهو في المنتخب الأمال دونك لو سول اللي دفعنا عليه الأموال اما قضيه العماره وقضيه اللاعبين الاخرين اقسم بالله ما خرجنا ولا سنتيم شوف زيزو ماهيش ان فوت على الادمنستراسيون سالوا المعني بالامر زيزو الموسم اللي فات كان العقد تاعو انتهى باش يجدد معايا العقد لا سول كونديسيون اللي طلبها قال لك انا يجيني عقد الخال البرا نروح انا هذاك الوقت انا محتاج زيزو هذاك الوقت محتاجو على الاقل نلعب به 6 شهور ولا قلت من 6 شهور ولا كش ما نلقى ما نخليش الجوار يروح دلي لا كونديسيون هذا الشرط هذا دارها لي اسكو نقول له روح ما نقدرش نسري لك هكذاك ومن بعد مين راح نجيب جوار كيما هو او ما جو بروفيت هذه المصلحه الفريق خممت نبروفيتي معاه او موا ان سيزون ولا 6 موا ولا مش عارف شحال سيتي سا زيزو المولوديه استفادت مع زيد نوضح ثاني امر واحد اخر الكونت تاعنا اون دولار الحمد لله يعني الان في الكونت تاعنا ايطالي مونتا ماشي غير بدراهم زيزو بدراهم كاس افريقيا كاس العرب كاس زيزو وفي عده لاعبين الدراهم هذو ما راحوش الجيب تاع قاسي سعيد راحوا الكونت تاع المولوديه سي اون دولار المولوديه العام الجاي كي تحب تشري جوار من ليترونجي تقدر تخلص به بالدوفيز دركا تقدر تجيب به جوار من ليترونجي افون ما كانتش كانت هذه توضيحات من المدير الرياضي لفريق مولودية الجزائر كمال قاسي سعيد
رفيق حبسنا عندكم حصريا مع معاذ النمرودي. لا يعطي الصحه مع معاذ النمرودي جبنا تصريحات حصريه ولكن ووضح العديد من القضايا الغامضه. كنت حاب كما قال السعيد ما يعيش لا ديفونسيف. انا من يعني مصلحه المولوديه من حق جماهير المولوديه واداره النادي المسؤولين تاعو يقول يعطي الاسماء اللي بعثوا لي لي اسماس لي زونسيان ديريجون اللي حبوا يجيبوا لي زونترينور لي جورناليست اللي كانوا انترميديير. كاين بوكو دو جورناليست كانوا تما اللي داروا الحفله هذيك حتى ننسى من واحد من لا راديو مانيش حاب نذكر اسمه. هاد الاشياء لازم يذكروهم باش نشوفوا لانتيري اسكو كلمه حق الراديو باطل ولا صحيح يحبوا المولوديه. مانيش نقول قاسي سعيد مليحه صح عدة عيوب فيه قناعتي كصحفي وليس كمناصر عدة عيوب في التسير ولكن ما تنساش اللي كانوا من قبل داروا كوارث. ما ننساش بلي الناس سرقوا باسم العقود بلي نعطيك كو قلتو قاسم مهدي على ليبوك في عهد السابق قبل قاسي سعيد دوموندايرو في عهد من في عهد عمر غريب دوموندايرو نوفلي ب 80 مليون فاذا به سيني ب 150 مليون شحال 150 مليون دوموندا 80 مليون انترفونسيون كالكو جورناليست باش يسيب 80 مليون ما حبش سيدي 150 مليون ويقول مد شهرين مد دو موا وعدة امثله كاينه والناس راهي تنترفيني في المولوديه جوست على جال لارجون. نزيد نعطيك انا ام تي ديتاي معليش لكن هذه انا نقعد معك فادي تاع الصحفيين رفيق شويه خطيره تاع يعني تاع الصحفيين يدخلوا روحهم في الجوار وينيغوسي على الجوار. سما سيدي كاين الحاج هذا بما انه اعلامي ابتزاز كاين ابتزاز كاين دي زيكري كاين ابتزاز تاع الصحفيين كاين الناس كانوا تما حاضرين حتى انا نسيت هضري يشغل المنصب تاعو يشغل المنصب ويعطينا دروس كي تسمع الصوت تاعو الكرسي تاعو الله يبارك يعطيك دروس وتقول هو شغل ما هو اللي خلق يشوه المهنة رفيق يا ودي كاين دخلاء المهنة. أنا حشمت نسميه صحفي لأنه اللي نتكلم عليه ماهوش أصلا صحفي. لا لا باش باحترامي اسمحني نكمل بس ما اسمح لي أنا نحترم المهنة أنا قريت صحافة أنا قريت في الإعلام وجبت الباك ودرت 4 سنين في الإعلام. كاين ناس أنا ما نتكلم يعني ما نحكي على حتى واحد كاين ناس كانوا ديزاجون سيكيورتي باحتراماتي ديزاجون سيكيورتي اجون سيكوريتي بقدر القادر ولا صحفي في لا راديو ويمد دروس وهو يترفيني عند الكلب ويدير الابتزاز. ما تخلوش نعطوا حاجه ما حبيتهاش. ثانيا بطروني يتكلم وانا عندي معلومه كونفيرمي ناصر وكره في المولوديه تكونفيرميها لي. عمر بطروني كان في المولوديه وحكم لي جون ابارامون دار دي كارت بدون اداره النادي ويدي على لي بارون تاع لي جون جوار مليون و200 دار 40 كارت فقولوا مش دار ناصر بلغ إدارة النادي فإذا بهم يرونوا بلولوش على أسكو صحيح ولا خطأ. ناصر بويش عندك المعلومة وعلى بالي نجيك من الأخر باش ما تترددش. دارها في مولودية الجزائر وي ما يقدرش يديرها في مولودية الجزائر ما يقدرش دارها في المولودية. لا مي يقولوا من الحوا بارابور لهذا هذا لا سيتياسيون هذه الحاله اللي راهي تكلم عليها. ما سمعتش بها ناصر ولا على بالك بها باش نسهل هذا باش نسهل لك قالها السعيد أونوف على اونوف الا قالها كمال سيكسيفري الا قالها كمال سيكسيفري بصح انا نعود للكلام تاع كمال جو بونس كو كمال الا تو ريزومي الوضعيه تاع الفريق اليوم هذا لاشارنمون هذا شي انا سانسيرمون شي اونتيرمون داكور معاه لانه سي ان اشارنمون دون سو سونس تاعدي الفريق باسكو المولوديه اليوم سي فري بوتيتر كاين اليمناسيون كوب كيما قال لك عز الدين صاريف كوب عرب لعبوا من بريمير مانش مازالين دوزيام مانش في خرطوم الفريق يقدر يتكاليفيا انا جو بونس عنده كاع لي موان من بعد في البطوله يا ان بوديوم يفو يفون جوي الاخر افون من بعد الاستقدامات لي جوار اللي جابوهم سي دي جوار دو انا واحد كي كنت مع كازوني قلت له لازم تجيب بن علجيه كون بارازارا وجابوه دركا كي دي جوار دو كاليتي اللي جابوهم مرواني العماره بتت سي ان دي ميور ديال بوش دي شوبنو عز الدين ما نو سي ان مالاز سور لو بلان تكنيك سا سي اوتر شوز مي وحتى عمروش ما قدرش نحاسبوا اليوم مي اسمع الكتله البشريه الكتله البشريه عز الدين الي لا شويه وقت الي لا الكتله البشريه الي لا ناصر هل هي حمله ضد قاسي سعيد حبيت نعرف اسكو حمله انا ما نقبلش نفسي كصحفي نكون نقطه في اجنده تاع ناس لو هناك كلمه حق نقولها افيك ارغيومون لابوي وحنا باش نهضروا شوف قاسي سعيد كان كي كان بالخير وصيفي ما تفهمش مع عمروش على بالنا كاع واش كاين ما قدرش يفرض نفسه باش يرد اللورد في الفريق تاعو مسؤول على هذا الشيء ولكن كعضو في الطاقم هل هناك حمله شوف لما تقول انت كاين سيريموني التكريم لشخص يفو لو دير
من بعد لي جون انترفيان يهضروا على قاسي السعيد سي سور كاين حمله وهنا سي سور صا سي وهنا الحمله خرجوا خرجوا من التكريم الحمله كاينه الحمله كاينه والاشهار الفصل الاشهاري كاين الاشهاره الحمله وقالها كامل اون لايف وفصل اشهاري مشاهدينا ونعود اليكم.